من جهته قال رئيس الوفد الجزائري المشارك في أولمبياد العرب حمزة دغدغ إن الجزائر ستشارك في 20 اختصاصا ب454 رياضيا ورياضية. دغدغ أبرز أن العدد الإجمالي للرياضيين المشاركين يتجاوز عتبة 2100 رياضي من 21 دولة مشاركة في فعاليات الطبعة 15 للألعاب العربية، مؤكدا في السياق أن الجزائر تسعى إلى اعتلاء جدول ترتيب المنافسة. احنا كوفد جزائري كيف يعني ننظموا الوفد الجزائري، كان فيه اجتماعات دورية بين اللجنة الأولمبية والاتحادات يعني من أجل التنظيم ووضع اللمسات الأخيرة لمختلف الفرق الوطنية. عدد الرياضيين 454 رياضي، ذكور 279، إناث 175، أما المؤطرين حوالي 150 مؤطر، فيهم طاقم تقني طاقم طبي وكذلك إداريين ومسيرين. يعني في ظل يعني النتائج المحققة مؤخرا يعني في المشاركة المختلف الفرق الوطنية في مختلف البطولات الإفريقية أو مختلف الدورات السابقة هي جد إيجابية، أنا جد متفائل يعني إن شاء الله لما للجزائر تتصدر جدول الترتيب الميداليات إن شاء الله.